مصطفى عبده في البرنامج الرائد كان الكاميرا في الملعب، نفكركم بيها ونفتكر الكابتن ثابت عليه رحمة الله. لو قلنا مين هو نجم المباراة في الفرقتين؟ والله نجم المباراة في الفرقتين أنا أقدر أقول ثابت البطل، لأن ثابت البطل فعلا أنقذ النادي الأهلي من هزيمة محقق. توقيته وخروجه في التوقيت المناسب وتوفيقه في انه بيقف في الزوايا اللي الكره بتتلعب فيها، انا بعتبر ان ثابت البطل هو بطل المباراه، لان لولا ثابت البطل كان ممكن النتيجه كانت غيرت النتيجه اكيد. يعني في الحقيقه بقول الحمد لله وبشكر الناس اللي هي رشحتني ان انا نجم المباراه. بقول ان التوفيق ده من عند ربنا، والتوفيق ده ما جاش الا نتيجه مجهود كبير قوي انا عملته، وخاصه في الظروف اللي انا حصلت لي السنه دي، ان المسؤولين قالوا ان انا سن كبير وعندي 36 سنه وخلاص ده عجز وبطل كوره. فانا بقول للناس ان الكوره مش بالسن، الكوره بقدر عطائك وبقدر حبك للكوره واخلاصك في التمرين، هو ده اللي بيؤهلك ان تكون على مستوى كويس يعني. وبقول للناس ان ثابت البطل من اول السنه وهو بيتمرن كويس ومخلص في تمرينه، وكون ان ما لعبش في المباريات الاولانيه ديت فكانت وجهه نظر من المدرب المسؤول، وانا النهارده بثبت للمدرب ان انا ما زلت عند حسن الظن وما زلت في فورمه كويسه على مسمع اراء الناس، وراي الناس ما بتقول كده. وبقول ان اللعيب الكبير المفروض الناس تقدره بقدر عطائه مش بقدر حب الناس ليه، لان احنا اللعيبه الكبار عموما لعيب كبير طبعا اخلص كتير وادى كتير لفرقته على مدار 16 سنه النهارده انا في النادي الاهلي. فالمفروض انا بقول الكلام ده مش عشان يعني للاجيال اللي جايه بعد كده، للعيب اللي طالع بعد كده، المفروض الناس او الجمهور او الناس محبين الرياضه يحبوا اللعيب او يقدروا اللعيب على قدر عطائه، مش على قدر انه لعيب لعب ماتش او ماتشين او ثلاثه يتشهر وياخد شهره وسكسيه، لا لازم على قدر عطائك في الملعب. هل بنتيجه النهارده الدوري العام انتهى ولا ما زال الدوري العام في الملعب؟ لا في الحقيقه انا شخصيا كثابت البطل ان الدوري ما زال في الملعب، لان عندنا احنا مباريات هامه جدا، عندنا المصري والسويس والاولمبي، وايا كان التيام اللي بنلعبها الكوره مدوره والكوره ملهاش كبير، المفروض احنا كنادي اهلي المفروض نحافظ على الخمسه بونت دول ونحافظ على الفرق ده، لان البطوله دي عزيزه علينا، والبطوله دي احنا تعبنا السنه دي، فارجو ان احنا نكلل مجهودنا بالاربع ماتشات الجايين، ونحاول بقدر الامكان ان احنا نخلص في الملعب وندي للكوره احترامها ونقدرها، عشان يبقى النهارده السنه دي تعبنا ونفوز ببطوله الدوري ان شاء الله العزيزه علينا باذن الله. شكرا يا ثابت وبالتوفيق دايما ان شاء الله. شكرا يا كابتن صفا. يا جماعه